يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإنسان يمر بأشياء كثيرة في حياته بعد مماته وحتى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول: لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. والله سبحانه وتعالى يبني ويفكر. وقد تكون صحيح اليوم ومريض بدن، اليوم فقير وغني بدن، اليوم غني وفقير بدن، فكل يوم هو في شأن سبحان الله. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى إخوتي أن جعل لنا محطات، هذه المحطات بسببها الإنسان يغفر له، وهذه من رحمة ربنا عز وجل. هناك محطات في الدنيا تمر بالإنسان تكون سبب لمغفرة ذنوب هذا الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا. من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. أنت مش أقوى شيء في الكون أبدا، أنت أضعف شيء. حتى كيد الشيطان أعظم من كيد كما قال الله سبحانه وتعالى، وكيد النساء أعظم من كيد. فالإنسان ضعيف، ولولا الله سبحانه وتعالى وما خلق الله لهمة هذا الإنسان لزوجه أبدا. من قال؟ الله عز وجل. قال له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يعملوا ايه؟ يحفظونه، يحفظونه من امر الله. قالوا: ان عليكم لحافظين كراما كاتبين. فلولا هؤلاء الحفظه المعقبات من الملائكه لهلك الانسان، لهلك الانسان. فبسبب ضعف هذا الانسان الله سبحانه وتعالى يقول: انا خلقتك وانا اعلم منك وانا ارحم منك سبحانه وتعالى. فجعل لنا محطات في الدنيا للمغفره. ومن هذه المحطات عمل الحسنات وعمل الخير والعمل الصالح. قال: ان الحسنات والسيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحسنه الله سبحانه وتعالى يضاعفها الى 10 أمثال والى 700 ضعف. وهناك بعض الحسنات لا يعلم اجرها وعظمتها الا الله سبحانه وتعالى. مثلا الصيام، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ولكن الحسنات عبدا الله سبحانه وتعالى يضاعفها. وبهذه الحسنات الله يرحمك، الله يغفر لك الذنوب سبحان الله. ومن المحطات في عمل الحسنات، مثلا نحن في فصل الشتاء والرطوبه دخلت في الفصل البرد شديد. طيب هو عشان في البرد وفصل الشتاء بتاتي الوليمه البارده كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين عبد الله بن مسعود وابن عبد الحسنات. ايه الوليمه البارده؟ ان الشتاء ليله طويل ونهار قصير. فبسبب هذا البرد الطويل تكون الليل على ان تكون تصلي البرد ما تنامش، تسمع الاذان وبتاع تيجي تصلي ما تصليش، فانت نمت طول الليل طويل. وفي النهار عند الاثنين والخميس ممكن انت
يقول لك الرسول النهارده ده صغير وده الغريبه البارده كما بين عبد الله بن مسعود. فلذلك منها اشياء كثيره بقى، نزول المطر ورحمه رب العالمين والبرد والرعد، كل الاشياء اللي تذكرها في قوه الله وعظمه الله سبحانه وتعالى. وعندما نقول نزول المطر معناها الخير. الخير يعني في الشتاء. فلذلك هذه غريبه بارده الانسان ما يضعهاش ابدا سبحان الله. وحتى في شده هذا البرد تتفجر زمهرية جهنم والعياذ بالله، لأن النار لها نفس في الصيف ولها نفس في الشتاء. فنفس الشتاء زمهرية جهنم فيها برد، فتتذكر البرد بتاع جهنم وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويهديك من هذا البرد. سبحان الله. فلذلك الإنسان يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، حتى في هذا البرد تتذكر هذا اللباس اللي أنت لابسه. يرى سورة النحل، سورة النعم، وتجد أن اللباس هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. سبحانه وتعالى، فتتذكر هذه الاشياء، فهذه الحسنات محطه عمل الحسنات وعمل الصالح، لذلك ربنا قرر العمل الصالح بالايمان في القران الكريم. ان الذين امنوا ما سكتش الوعدوا الصالحات. يبقى الايمان بتوحيد الله عز وجل، وحدانيه الله، ان الله واحد احد فرد صمد والخالق. الصمد عز وجل وليس هناك صمد الا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بعد هذا الايمان تقر بالقلب وباللسان وبالجنان وبالجوارح، بعد ذلك تفعل العمل الصالح. تثبت هذا الايمان بالايه؟ بالعمل الصالح. هكذا حتى المؤمن. فلذلك عمل الحسنات هذه محطه من المحطات اذا ربنا جعلت رحمه لهذا الانسان. كذلك من المحطات اللي بسببها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب او السيئات والاثام التوبه والاستغفار. وطالما انت تبت فالله سبحانه وتعالى سيقبل منك هذه التوبه عافيه. قال ويتوب الله على من تاب. سبحانه وتعالى اذا هداك الله للتوبه فاعلم ان الله قبلك. وهناك ايات كثيره في القران الكريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. فبالك بقى مشاق في الحقه والغير وجيت النهارده تعبان التعب ده لوحده يقول لك يا سيدنا مجنون نصب ولا هم ولا حد، كل ده نصب والتعب والارهاق والمرض كل الامور دي والفقر كل الامور ديت سبب لغفره الذنوب. فالانسان ما احسنش يبقى عندك دلوقتي اربع محطات في الدنيا، عمل الحسنات والتوبه والاستغفار والوصايا والانبياء بسبب ربنا يغفر لي الذنوب. طب يا عم انا مت لسه في فرصه طامعه في فرص جديده. ايه اول فرصه بعد موتك؟ لو قلت الشهادتين انت رايح كده. طيب لو ما قلتهمش وميت معاك شويه كبائر وشويه ذنوب صلاه الجنازه حالها دي مغفره. الناس بتصلي على الميت بس منظرها، لا مش منظرها، ده بيجوا يغسلوه ويتجهوا له قبله ويحطوه عند الجو ويصلوا عليه ويكبروا اربع تكبيرات. التكبيره الاولى بيقرا الميلوع بيقرا الفتح، والثانيه بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في ابراهيم، والثالثه بيعمل ايه؟ بيسال الله سبحانه وتعالى للميت المغفره من الذنوب. سؤال المغفره من الذنوب عندما تقف وتدعو لاخيك الميت هذه من اعتبارها الشفاعه. أنت تستشفع وتقول يا رب اغفر لي لكن وفي حديثين بقى حديث الترمذي قال لك من صمد عليه من مات وصلى عليه أربعة من المؤمنين أربعة من المؤمنين إلا شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه وبقر ذلك. طيب في حديث ثاني قال لك 40 من المسلمين. هات أي مسلم يوم الشارع يضع الشهادتين يقول له صلى على النبي عندك 40 الله يغفر له المحطة. يبقى صلاة الجنازة حالة محطة من محطات المغفرة. عمرك فكرت كده لما تصلي على واحد جنازة لما تصلي عليه ليه؟ لا ما راحش تصلي عليه. يا عم لا انت مهم. مهم انك تروح. مهم انك ترفع ايدك وتكبر تقول الله اكبر وتستغفر لك المسجد الملك ده سبحان الله. وانت هترجع برضه مأجور كرتين في الجنة كل قراءتك حد في جبل احد سبحان الله 7 جنيه و3 جنيه سبحان الله سلسلة كبيرة. فلذلك انت لما تعرف الحسنات ووجودها عمرك ما هتنساها ابدا، عمرك ما هتكسل انك تاتي الى المسجد او تاتي تصلي على اخيك الايه؟ الميت المسلم سبحان الله، وهذا من حقه عليك. يعني لو انت شايف جارك ميت او حد مات وانت بتعرفه وقاعد ما بتعملش حاجه ما عندكش حاجه مهمه وقاعد بتلعب وما تقدرش تصلي عليه يبقى انت كده الحق دلوقتي. الحق المسلم على المسلم اذا مات شيعه واذا مرض على ابوه، دي من الحقوق. حتى لو عطس تقول له يرحمك الله، من حقه عليه سبحان الله. فلذلك احنا نعرف ان ربنا ما يعرفش. من المحطات اللي سببها
ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب. مهم قوي قبل يوم القيامة أن يغفر لك، لأن النار هذه النار لنا ولن تحب لها، النار دي أعدت للكافرين. طب النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للمسلمين، هذا الكافرين، احنا مش كافرين. فنيجي للمحطة بعد الموت الثانية، سؤال الملكين. وبنيجي ناس، شوف ناس القرآنيين الوقت في جروبات كده يعني، والمعاد الآن اللي أنا بعرفه القرآنيين والجبر السنة، بتشوف بلاوي سود الوقت في المدن الوقت، سبحان الله في الدول الأوروبية وغيرها. يقول لك مش حاسب سنة، القرآن مش فاهم، ومن لو فاهم القرآن ولا فاهم السنة. بينكر عذاب الله وينكر نعيم الله، ما يقولش حاسب اسمها سؤال ملكي ملكي. أنت منين؟ ما أعرفش. ولكن في أدلة صحيحة في القرآن والسنة تثبت نعيم القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغير مسلم. سبحان الله، بعدما يأتيان الملكة ويجلسان وأنت في القبر، من ربه ومدينه ومن هو الرجل الذي بعث فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هما أزرقان أسودان. سماها في الحديث فتنة الإيه؟ فتنة القبر، فتنة الحصار في البشر حكاية، فتنة. فلذلك عندما يأتيان يخيفان هذا حتى المسلم، يزجرانه بشدة حتى المؤمن. من ربه؟ كما هيحميك في الوقت ده الاعمال الصالحه بتاعتك. الحج والصلاه والصيام، قيام الليل والصيام والقران، الحاجات اللي هي تحيط بك. والله بقى لو تحفظ الملك تبارك الذي بيده الملك، بس صلى الله عليه وسلم قال سوره 30 ايه تحاج عن صاحبها في القبر. ما يقدروش يقولوا لك ولا يشوفوك. طيب مجرد خوفك من الملكين دول دي محطه من محطات المقبره. الله يغفر لك. مهم جدا. فلذلك هذا محطة من المحطات، ومن المحطات في القبر أيضا حد ابنك أخوك قريبك حد بعرفك عمل لك عمرة أو حاجة أو صدقة أو صدقة، هذا يسموها كريدت، حاجة كده هدية كده من الناس الأحياء. حد مر على قبور المسلمين ودعا دعوة أن طارتك منها أجل وتطور، كل دي محطات. في الدنيا لو بتذكر لابد إيه؟ عمل الحسنات والتوبة والاستغفار والمصائب وصلاة الجنازة وسؤال المنكر والنكير والهدايا التي تأتيك إليه في القبر. هذه الأشياء كلها محطات التنبيه. ولا يعذب في القبر إلا صاحب الكبيرة، واحد ذنب كبيرة كالإثم يشرب خمر، مجحد الكبيرة دي تكون توبة. هؤلاء هم الذين يعذبون في القبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: جل لكم عذاب الجنة في القبور، أكثر عذابكم الجنة في القبور. ده شيء كويس أو كويس؟ عارف ليه؟ لأن ربنا هيدفعهم في فترة القبر ده عشان يوم القيامة يتعدل معاهم. فمهم، عندك أربع محطات في الآخرة طبعاً دلوقتي مش جايبني ولا تسمعوني بسرعة كده. من المحطات التقية في الآخرة على يوم القيامة لوحده بالأهوال اللي هتشوفها والوقوف وهذه كلها تخوفك، تخوف المسلم. فنيجي للمحطة بعد الموت الثانية، سؤال الملكين. وبنيجي ناس، شوف ناس القرآنيين الوقت في جروبات كده يعني، والمعاد الآن اللي أنا بعرفه القرآنيين والجبر السنة، بتشوف بلاوي سود الوقت في المدن الوقت، سبحان الله في الدول الأوروبية وغيرها. يقول لك مش حاسب سنة، القرآن مش فاهم، ومن لو فاهم القرآن ولا فاهم السنة. بينكر عذاب الله وينكر نعيم الله، ما يقولش حاسب اسمها سؤال ملكي ملكي. أنت منين؟ ما أعرفش. ولكن في أدلة صحيحة في القرآن والسنة تثبت نعيم القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغير مسلم. سبحان الله، بعدما يأتيان الملكان ويجلسان وانت في القبر، من ربه ومدينه ومن هو الرجل الذي بعث فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هما ازرقان اسودان. سماها في الحديث فتنه الايه؟ فتنه القبر، فتنه الحصار في البشر حكايه، فتنه. فلذلك عندما يأتيان يخيفان هذا حتى المسلم، يزجرانه بشدة حتى المؤمن. من ربه؟ كما اللي هيحميك في الوقت ده الأعمال الصالحة بتاعتك، الحج والصلاة والصيام، قيام الليل والصيام والقرآن، الحاجات اللي هي تحيط بك. والله بقى لو تحفظ الملك تبارك الذي بيده الملك، بس صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية تحاج عن صاحبها في القبر. ما يقدروش يقولوا لك ولا يشوفوك. طيب مجرد خوفك من الملكين دول دي محطة من محطات المقبرة. الله يغفر لك.
مهم جدا. فلذلك هذه محطة من المحطات. ومن المحطات في الخبر ايضا حد ابنك اخوك قريبك حد بعرفك عمل لك عمره او حاجه او صدقه او صدقه عامله هذا يسموها كريدت حاجه كبيره هديه كده من الناس اللي حياتك حد مر على الكويت من وداع دعوه قال طلبت منها قال لي ولا طلبت كل دي محطات في الدنيا لو بتذكر لابد ايه عمل الحسنات والتوبه والاستغفار والمصائب وصلاه الجنازه وسؤال المنكر والنكير والهدايا التي تاتيك اليه في القبر هذه الاشياء كلها محطات التنظيم ولا يعذب في القبر الا صاحب الكبيره واحد ذنب كبيره كالاسم بشرف صبر مدح الكبيره دي بدون توبه هؤلاء هم الذين يعذبون في القبر هم محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه قال جل عذاب اكثر عذاب كنت تحب تقول ده شيء كويس او كويس عارف ليه؟ لان ربنا هيدفع لهم بفتره القبر ده عشان يوم القيامه يدفع عليهم على طول. فمهم عندك اربع محطات في الاخره طبعا دلوقتي مش جاي في ولا معقول بسرعه كده من المحطات التنقيه في الاخره على يوم القيامه لوحده بالاهوال اللي هتشوفها الوقوف وهذه كلها تخوفك تخوف المسلم فربنا سبحانه وتعالى يغفر له كذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل والسؤال عندما تقف في محكمة رب العالمين واسألك عن الكبير والصغير والبخيل والقطمير زودت مين؟ أكلت أرض مين؟ أكلت حق مين؟ أكلت فلوس مين؟ الحقوق العباد دي ربنا هيفرض الحق ولا بحق العباد ولا يمكن والله لو أنت شهيد ما هيسيبك إلا ما تعترف لنفسك أخرى فلذلك هتقف أمام الله والموقف أمام الله بالخوف لوحده أمام الله أنت لو رحت المحكمة بكرة هتترعش تقول ليه؟ عشان عسكري ماليش لازمه. انما انت لما تقف امام الله في محكمه رب العالمين مالك يوم الدين تقدر تقول ايه؟ تعترف؟ هذه برضه من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا الذنوب بسببها. ومن الاسباب والمحطات لمغفره الذنوب شفاعه الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا شفع فينا يا رب العالمين. ايوه النبي لما يشفع لك يوم القيامه يا رب هتبقى في شفاعه انت الشفاعه العظمى لكل البشر والشفاعة الصغرى الأول لأمتي عليه الصلاة والسلام. النبي ما يفرحش أبدا إلا لما كل واحد يموت كل يوم. ساعتها النبي يفرح. لذلك حديث الشفاعة حديث طويل طويل ولكن النبي سيشفع لك يوم القيامة. ومن المحطة المحطات الأخيرة لمغفرة الذنوب شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الله شفع الأنبياء وشفع الشهداء وشفع حفظة القرآن وشفع وشفع الصالحين الله يقول وشفع فلان وفلان وفلان أنا أشفع أنا الله يقول أنا أشفع أنا أخرجه من النار إن كان في قلبي مثقال حبة من خردل الإيمان فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بك يا عبد الله وأنت مكرم أعلم أعلم أنك مكرم رب الأول ولقد كرمك انت مش حيوان ولم تكن مخلوق ولم تحيا على سبحان الله ان هذه الاشياء لها ربنا حركه بين ايديها اسكن ادم ابوك في الجنه وعندما اخطا قبل توبته واسكنه الجنه وخلقه بيده واسكنه الفردوس الاعلى وكرمه في الدنيا والاخره فانت مكرم وانت حي وانت مكرم عند موتك تغسل وتكفن بالحنه والعطر والكذا ويصلوا عليه ويدفنوك في القبر هناك اناس في البلاد امريكا والبلاد التي نعيش فيها يدفن ما يدفنوهمش يحرقوهم بشوفهم بعينيا يشتغلوا الهنود وغيرهم ودول بيتحط في محرقه 3000 4000 درجه مئويه قدام اولادهم بيصرفوا بيحرقوهم حاجه كده انت مكرم انت مكرم اقول الحمد لله على نعمه المدينه المسكته يقول صلى الله عليه وسلم كل من هذا الاخطاء فليقتلته ودبر ما يستغفر له الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي المؤمنين اشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله اتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن حافظوا على صلواتكم حافظوا على قراءة القرآن حافظوا على الإسلام دينك دينك لحمك دمك الإسلام قريبا سيأتي إليه كل المسلمين في أمريكا وفي أوروبا في الدول دي ما شاء الله تبين في الإسلام حتى أكثر من بلاد المسلمين
أسجد ملأ يوم الجمعة، أصلي الجمعة 3 مرات، لأن المسجد مش مكفي بس، والمسجد حتى تجي 18 مرة. فأنا بقول لكم الإسلام غالب الحمد لله، فتمسكوا بدينكم، وتمسكوا بإسلامكم. أعطوا عليكم بالقرآن، واتقوا الله سبحانه وتعالى، ووحدة، وحدة المسلمين ومحبة المسلمين مهمة جدا جدا. إذا الله سبحانه وتعالى نظر إلينا ونحن نطيق حدود الله، الله يرحمنا، يرحمنا بكل الطرق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن التوبة والاستغفار. وطالما أنت تبت فالله سبحانه وتعالى سيقبل منك هذه التوبة عافية. قال ويتوب الله على من تاب. سبحانه وتعالى. إذا هداك الله للتوبة فاعلم أن الله تعالى. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أحبتي الاستغفار، وبالاستغفار هذا سلاح لوحده. الاستغفار هذا بنسميه سلاح المؤمن. عايز رزق استغفر، عايز مال استغفر، عايز صحة استغفر، عايز أولاد استغفر. أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. حيث أنك لما أنت تبقى قاعد في شغلك وتشتغل في الحقل بتاعك أو أنت ماشي على الطريق أو رايح في أي اتجاه وتستغفر ربنا 100 مرة في اليوم، الرسول كان بيعمل كده. وقد غفر الله له ما تقدم في الذنب وما تأخر. وفي رواية كان بيستغفر 70 مرة. أستغفر الله وأتوب إليه. والعلماء يقولون لابد أن نفرض الاستغفار بالتوبة. قالوا ليه؟ قال لك لأن الاستغفار من صغائر الذنوب والتوبة من الكبائر. فعندما تستغفر وتقول أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، الله يغفر لك ذنوبك وإن كنت قد فرغت من الزحف. والفار من الزحف الوحدة من السبع الموبقات، يعني أكبر 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 الكبائر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى عندك 3 حقائق: عمل الحسنات والاستغفار والتوبة. طب الحق الرابع في الدنيا لمغفرة الذنوب إن أنت أي مصائب وابتلاءات وتعب وإرهاق أي حاجة تصدق بسببها ربنا يغفر لك الذنوب. يا راجل علم الله. طب شوف الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله سبحانه وتعالى له من سيئاته. يبقى حتى تقعد كده مهموم وحزين يعني سبب الاستغفار ولا حتى الشوكه في الحديث يشاجع المؤمن الله سبحانه وتعالى يغفر له من سيئاته. فشيل كده اوقع تواصل الباب الدرج وقلت استغفر الله العظيم ربنا يغفر له. وانت ماشي مسجد سبحان الله شوكه اي حاجه لقيتها فبالك بقى مشاك في الحقه في الغير وجيت النهارده فالتعب ده لوحده يقول لك ايه اسئله مجنون نصب ولا هم ولا حد كل ده نصب والتعب والارهاق والمرض كل الامور دي والفقر كل الامور دي سبب لك السنون. فالانسان ما حزنش يبقى عندك دول 4 محطات في الدنيا: عمل الحسنات والتوبه والاستغفار والوصايا والامتثال بسبب ربنا يغفر لك الذنوب. طب يا عم انا مت لسه في فرصه طامعه في فرص كتير. ايه اول فرصه بعد موتك؟ لو قلت الشهادتين انت مات كده. طيب لو ما قلتهمش وميت معاك شويه كبائر وشويه ذنوب صلاة الجنازة حالها دي مغفرة. الناس بتصلي على الميت بس منظرك لا مش منظرك ده بيجوا يغسلوه ويتجوا له قبلة ويحطوه عند الجو صلوا عليه ويكبروا 4 تكبيرات التكبيرة جوه الدرة اللي جوه الدرة الفتحة والتانية بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في ابراهيم والتالتة بنعمل ايه؟ بنسأل الله سبحانه وتعالى للميت المغفرة من الذنوب. سؤال المغفرة من الذنوب عندما تقف وتدعو لأخيك الميت
هذه من اعتبار الشفاعه ان تشفع وتقول يا رب اغفر لي لكن بيننا. وفي حديثين بيننا. حديث الترمذي قال لك من صلى عليه من مات وصلى عليه اربعه من المؤمنين من المؤمنين الا شفعهم الله سبحانه وتعالى في وبارك له. طيب في حديث قال لك 40 من المسلمين. هل اي مسلم يوم الشارع قطع الشهاده يقول له صلى عليه عندك 40 الله يغفر له سبحانه وتعالى. المحطه يبقى صلاه الجنازه كانت محطه من محطات المغفره. عمرك فكرت كده لما تصلي على واحد جنازه لما تصلي عليه ايه؟ لما راحش تصلي يا عم لا انت مهم. مهم انك تروح. مهم انك ترفع ايدك وتكبر تقول الله اكبر وتستغفر لك المسجد المالي ده سبحان الله. وانت هترجع برضه مهجور يا رضيت في الجنه كل قراراتك حد في جبل احد سبحان الله 7 كيلو و3 كيلو. سبحان الله سلسله كبيره. فلذلك انت لما تعرف الحسنات والوجود عمرك ما هتنساها ابدا. عمرك ما هتكسل انك تاتي الى المسجد او تاتي تصلي على بيت الميت المسلم سبحان الله. وهذا من حقه عليك. يعني لو انت شايف جارك ميت او حد مات وانت بتعرفه وقاعد ما بتعملش حاجه ما عندكش حاجه مهمه وقاعد بتلعب وما تقدرش تصلي عليه يبقى انت كده حقه دلوقتي. الحق المسلم على المسلم اذا مات شجاعه واذا مرض على ابوه. دي من الحقوق. حتى لو عطس تقول له يرحمك الله من حقه عليه سبحان الله. فلذلك احنا نعرف ان الحقوق ما تضيعش. من المحطات اللي سببها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب مهم قوي قبل يوم القيامه ان يغفر لك. لان النار هذه النار لنا ولم نحب لها. النار دي اعدت للكافرين. طب النار التي وقودها الناس والحجاره عدت لمين؟ للمسلمين؟ لا للكافرين. احنا مش كافرين. فنيجي للمحطه بعد الموت الثانيه سؤال الملكين. وبنيجي ناس تشوف ناس القرانيين اللي واقفين في جروبات كده يعني والمعاهدات اللي ورا بعض القرانيين والبيوت السنه وبتشوف بلاوي سوا دلوقتي الموت دلوقتي سبحان الله في الدول الاوروبيه وغيرها. يقول لك مش حاسب السنه القران كفايه وهم لو فاهم القران ولا فاهم السنه. بينكر عذاب الله وينكر نعيم الله ما يقولكش حاسب اسمها سؤال ملكي ملكي دي. انت منين ما اعرفش ولكن في ادله صحيحه في القران والسنه تثبت نعيم القبر وعذاب القبر والصغير الملكين. وعليكم بالقران اتقوا الله سبحانه وتعالى والوحده وحده المسلمين ومحبه المسلمين مهمه جدا جدا. اذا الله سبحانه وتعالى نظر الينا ونحن نطيق حدود الله الله يرحمنا يرحمنا بكل الطرق. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا واياكم الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اشفنا واشفنا مرضى المسلمين حققتنا موت المسلمين. اللهم عافنا في اسماعنا وابصارنا وابدالنا بحياتنا يا رب العالمين. يا ربنا يسر امورنا يمن كتابنا واحفظنا واياكم من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا واجعلنا يا ربنا لك من الشاكرين يا رب العالمين. وانصرنا وانصر المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين. وانصر اخواننا في فلسطين وفي غزه يا رب العالمين. ومعهم ولا تكن عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب اجعل مصر امنا امانا يا ارحم الراحمين. واحفظها واحفظ اهلها يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا يا الله. اجعلنا من اهل القران ومن اهل الاسلام يا رب العالمين. وفقنا لما تحبه وترضاه يا ارحم الراحمين. ولا توفنا الا وانت راض عنا عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم واذكركم واتقوا الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه. حي على